تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أخواني في الدين رحمني ورحمه الله. نواصل درسنا في كتاب العربية بين يديك. افتحوا الصفحة 30. الدرس 11. الوحدة الثانية الأسرة. طيب الآن أغلقوا كتبكم واستمعوا إلى الحوار جيدا. الوحدة الثانية الأسرة. الدرس 11. الحوار الثاني. انظر واستمع. هل هذه شجرة؟ نعم، هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا والده عبد الله، وهذه والدته آمنة، وهذا جده عبد المطلب، وهذا عمه العباس، وهذا عمه حمزة، وهذا عمه أبو طالب، وهذه عمته صفية، وهذا ابنه القاسم، وهذا ابنه عبد الله، وهذا ابنه إبراهيم، وهذه ابنته فاطمة، وهذه ابنته رقية، وهذه ابنته زينب، وهذه ابنته أم كلثوم. استمعوا مرة أخرى. الوحدة الثانية الأسرة. الدرس 11. الحوار الثاني. انظر واستمع. هل هذه شجرة؟ نعم، هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا والده عبد الله، وهذه والدته آمنة، وهذا جده عبد المطلب، وهذا عمه العباس، وهذا عمه حمزة، وهذا عمه أبو طالب، وهذه عمته صفية، وهذا ابنه القاسم، وهذا ابنه عبد الله، وهذا ابنه إبراهيم، وهذه ابنته فاطمة، وهذه ابنته رقية، وهذه ابنته زينب، وهذه ابنته أم كلثوم. طيب الآن افتحوا كتبكم وانظروا إلى صفحة 30 واستمعوا مرة أخرى إلى الحوار. الوحدة الثانية الأسرة. الدرس 11. الحوار الثاني. انظر واستمع. هل هذه شجرة؟ نعم، هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا والده عبد الله، وهذه والدته آمنة، وهذا جده عبد المطلب، وهذا عمه العباس، وهذا عمه حمزة، وهذا عمه أبو طالب، وهذه عمته صفية، وهذا ابنه القاسم، وهذا ابنه عبد الله، وهذا ابنه إبراهيم، وهذه ابنته فاطمة، وهذه ابنته رقية، وهذه ابنته زينب، وهذه ابنته أم كلثوم. والآن جاء طيب الآن أدورك. انظر نستمع ونعيد جمعيا. استمعوا إلى الحوار ثم نعيد جميعا. واستمع وأعد. هل هذه شجرة؟ كلكم. نعم، هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله. هذا والده عبد الله، وهذه والدته آمنة،
وهذا جده عبد المطلب، وهذا عمه العباس، وهذا عمه حمزة، وهذا عمه حمزة، وهذا عمه أبو طالب، وهذا عمه أبو طالب، وهذه عمته صفية، وهذه عمته صفية، وهذا ابنه القاسم، وهذا ابنه القاسم، وهذا ابنه عبد الله، وهذا ابنه عبد الله، وهذا ابنه إبراهيم، وهذا ابنه إبراهيم، وهذه ابنته فاطمة، وهذه ابنته فاطمة، وهذه ابنته رقية، وهذه ابنته رقية، وهذه ابنته زينب، وهذه ابنته زينب، وهذه ابنته أم كلثوم. الوحدة الثانية. طيب الآن اقرأ والطلاب يقرؤون جميعا. واحد تفضل ارفع صوتك. هل هذه شجرة؟ هل هذه شجرة؟ نعم، هذه أسرة رسول رسوله رسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا والده عبد الله. هذا والده عبد الله. وهذه والدته آمنة. وهذه والدته آمنة. وهذا جده عبد المطلب. وهذا جده عبد المطلب. وهذا عمه العباس. وهذا عمه العباس. كلكم يقرأ، كلكم يقرأ. وهذا عمه حمزة. وهذا عمه حمزة. وهذا أمه أبو طالب. وهذا عمه أبو طالب. وهذه عمته صفية. وهذه عمته صفية. وهذا ابنه القاسم. وهذا ابنه القاسم. وهذا ابنه عبد الله. وهذا ابنه عبد الله. وهذا ابنه إبراهيم. وهذا ابنه إبراهيم. وهذه ابنته فاطمة. وهذه ابنته رقية. وهذه ابنته رقية. وهذه ابنته زينب. وهذه ابنته زينب. زينب بالقسم. أي وهذه. وهذه ابنته زينب. وهذه ابنته زينب. وهذه ابنته أم كلثوم. وهذه ابنته أم كلثوم. أي من الأول. هل هذه شجرة؟ هل هذه شجرة؟ استفهام استفهام. أي هل هذه شجرة؟ هل هذه شجرة؟ استفهام. أنت تسأل. هل هذه شجرة؟ هل هذه شجرة؟ نعم، هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا والده عبد الله. هذا والده عبد الله. وهذه والدته آمنة. وهذه والدته آمنة. وهذا جده عبد المطلب. وهذا عمه العباس. وهذا عمه العباس. وهذا عمه حمزة. وهذا عمه حمزة. وهذا عمه أبو طالب. عيد عيد ارفع صوتك. وهذا عمه أبو طالب. وهذا عمه أبو طالب.
وهذا ابن القاسم وهذا ابن عبد الله وهذا ابن إبراهيم وهذا ابن إبراهيم وهذه ابنته فاطمة وهذه ابنته رقية وهذه ابنته زينب Anta Umar wa Buah Kesman. Anta Umar wa Buah Kesman. Kuluna Nakra. Baik, fadal. Wow.
وهذه والدته آمنة وهذا جده عبد المطلب وهذا جده عبد المطلب وهذا عمه العباس وهذا عمه العباس وهذا عمه حمزة وهذا عمه حمزة وهذا عمه أبو طالب استمعوا إليهم من أنت؟ عمر عثمان عمر عثمان صوتك هل هذه شجرة؟ هل هذه شجرة؟ نعم هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذا والده عبد الله هذا والده عبد الله وهذه والدته آمنة وهذه والدته آمنة وهذا جده عبد المطلب وهذا جده عبد المطلب وهذا عمه العباس وهذا عمه العباس وهذا عمه حمزة وهذا عمه حمزة وهذا عمه أبو طالب وهذا عمه أبو طالب وهذه عمته صفية وهذه عمته صفية وهذا ابنه القاسم وهذا ابنه القاسم وهذا ابنه عبد الله وهذا ابنه عبد الله وهذا ابنه إبراهيم وهذا ابنه إبراهيم وهذه ابنته فاطمة وهذه ابنته فاطمة وهذه ابنته رقية وهذه ابنته رقية وهذه ابنته زينب وهذه ابنته زينب وهذه ابنته أم كلثوم وهذه ابنته أم كلثوم طيب انظروا إلى الشاشة هنا محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا والده عبد الله وهذه والدته آمنة وهؤلاء أبناؤه
hada ibnuhu al-Qasim, hada ibnuhu Abdullah, hada ibnuhu Ibrahim, wa hadhihi ibnatuhu Fatimah, wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah, wa hadhihi ibnatuhu Zainab, wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulthum. Wa Abdullah lahu ikhwah. Ikhwah. Fahimtum? Akhu al-ab yusamma amman. Ukhtu ab, ukhtu walid yusamma amma. Idza kana abuka lahu akhun, idzan kaifa nad'uhu? Nakul am, ammi. Idza kana abuka lahu ukht, nakul amma. Taib. Hadha Abdullah walidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Idzan akhu Abdullah, Abbas, Hamzah, Abu Talib yusamma am. Abdul Muttalib abu abi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzan hadha jadduhu Abdul Muttalib. Fahimtum? Hadha abuhu, hadha waliduhu Abdullah, wa hadha jadduhu Abdul Muttalib. Fahimtum? Hadha ammuhu Al-Abbas, wa hadha ammuhu Hamzah, wa hadha ammuhu Abu Talib, wa hadhihi ammatuhu, ukht li Abdullah, ukht li Abdullah, sama ammah. Fahimtum? Wa hadhihi ammatuhu Sofiya. La budda an na'rif al-hadaf huna laisa hifdhu usrati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, lakin kaifa nu'arif bi usratina nahnu. Al-hadaf itu targetnya, tujuannya laisa hifdhi hadhik la, lakin kaifa nu'arif bi usratina. Ana fulan, hadha walidi fulan, hadhihi walidati fulana. Fahimtum? Wa hadha ammi, ya, wa hadha ammi, wa hadhihi ammati, hadha huwa al-hadaf. Fahimtum? Idhan la yalzamuna an nahfad hadhi al-hiwar wa hadhi shajaratul usra, lakin al-hadaf kaifa nastati' an nu'arif usratana. Fahimtum? Mungkin indakum silsila usra, syajaratul usra, hakadha. Fahimtum? Min abika wa abu abika, wa abu abi abika, jadduk a'la. Fahimtum? Mungkin ba'dukum indahum syajarah al-usra misal hadha. Fahimtum? Wa al-jad al-a'la mungkin ya'rifu man huwa, misal fulan masmuk, iman, masmu abik iman bin Samsuddin, ma masmu abu abik ma'aruf ismu abu abihi. Idzan iman bin Samsun bin masmu abu abi abik. Jadduka al-a'la. Al-jad Yasin, ismuhu Yasin, jadduhu ismu Yasin, lakin jad a'la minhu. Masmuhu yantahi ila jadduhu. Iman bin Samsuddin bin Yasin. Fakat. Baik. Kama nasab nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasil ila Ibrahim alaihissalam. Min Adnan ila Ibrahim. Ya.
min Ismail Adnan Ismail bin Ibrahim. Laisa min Ishaq. Lakin min Ismail ibn Ibrahim. Nasab nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ah, man ya'rif isma abihi. Mantap. Ismuka masmuk. Abu Zubair. Laisa hadha kunyatuk. Abu Zubair kunyat. Ism masmuk. Ismu abik Hasan. Ismu abi abik Husain. Ismu abi abik. Man ya'rif ismu abihi al-ala. Taib. Kum. Udhkur ismuka wasma abik. Habibi bin idan huwa yadhkuru jilis yadhkuru jaddaha ajaddahu jaddahu al-ala isnain abu jaddihi wa abu abi jaddi. Faham tu? Wa fi hadhihi surah ma dzukir. Dzukir al-ala jaddu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yudzkar man Abu Abdul Muttalib. Man Abu Abdul Muttalib? Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim. Ya, faham tu? Ma dzukir huna. Idzan al-hadaf kaifa nu'arrifu bi usratina. Hadha walidi, hadha walidati. Fahimtum? Kama fi al-yawmil fil yawmil madhi, fil yawmi as-sulasa. Fahimtum? Qad qara'na al-hiwar baina Ali wa Ammar. Fahimtum? Baik. Idzan naqra' jami'an biduni naqra' mubasharah. Hal hadhihi syajara? Fahimtum? نقرأ هذا والده عبد الله وهذه والدته آمنة وهذا جده عبد المطلب وهذا طيب اذا الان نعرف كيف نعرف باسرتنا واسره غيرنا هذا الدرس هذا الحوار يعرف بعضه بعضا باسره الرسول صلى الله عليه وسلم اذا يستعمل الضمير غائب هو والده والدته اذا نعرف نحن بأسرتنا أي بأسرتنا نحن نستعمل هذا والدي فلان هذه والدتي كما في الحوار الأول طيب فهمتم؟ ويمكنكم أن تكتبوا شجرة أسرتكم تكتبوا في ورقة خذ ورقة واحدة ثم اكتب اسمكم اسمك فلان واسم أبيك واسم أمك واسم جدك من أبيك واسم جدتك من أبيك واسم جدك من أمك جدتك من
ila akhirnya. Ha? Idza arafta isma haula. Ha, thumma uktub al akhawat wa wal ikhwa. Ha. Al ikhwa min abik, abuk. Ha. Lahu akh ismu fulan. Akh fulan, ukht fulana. Idzan akhu abik yusamma ammuk. Idza ashartum ilayhi taqul hadha ammi fulan. Alaysa kadhalik? Idza ashartu ila ukhti abik taqul hadhihi ammati fulana. Ha? Fahimtum? Waktubu fi hadhihi alwaraqa ism al-ikhwa wal akhwat min ummik. Ummuka laha akh fulan ismu fulan. Idzan idza asharna ilayhi naqul hadhihi khali ismu fulan. Fahimtum? Wa ummuk laha ukht akhawat. Misalan hadha au hadhihi khalati ismuhu ismuha fulana ila akhirnya. Fahimtum? Taib. Jika kana indaka ibn fa faktubu ha tahta ismik ha au indaka zauja ha zauja ismuha fulana ha tsaniya tsalitsa rabi'ah. Taib. Alan nantakil ila safha al-hadi wa 30. طيب المفردات انظر واستمع واعد. الان انظر الى الصور والكلمات تحتها. انظر الى كتبكم الى هذه الصور وهذه الكلمات. واقرأوا الكلمات سرا. واقرأوا الكلمات هذه سرا بالصوت منخفض. اقرأ سرا. طيب نقرأ. أنا أقرأ وأنتم تستمعون. شجرة شجرة طيب أنا أقرأ وأنتم تستمعون. شجرة هم لم يفهموا. فهمتم كلامي؟ أنا أقرأ وأنتم تسمعون وتسكتون. ممكن بلف تسكتون أعرف. طيب أنا أقرأ شجرة شجرة. عدنان عدنان. عم عم. عم عم. ابن ابن. ابنة ابنة. الآن أنا أقرأ وأنتم تقرؤون جميعا. شجرة شجرة. عدنان عدنان. عم عم. عم عم. ابن ابن. ابنة ابنة. طيب أنا أشير إلى الصورة وأنتم
تقرؤون الكلمات فهمتم؟ أنا أشير إلى الشاشة إلى الصورة وأنتم تقرؤون الكلمات. طيب انظروا إلى الشاشة. كلكم يقرأ. ما في كلمة ها؟ طيب إذا أنا هذا عم هو أخو عدنان وهذه عمة هي أخت عدنان. إذا كان أبوكم له أخ وأخت فأخ يقال عم أخو أبيك ما اسم أبيك له أخ ما اسمه ما عرفت اسم أخو أبيك اسم عمك له أخت ما اسمها ما تعرفه طيب رزقي ما اسم أبيك له هل له أخ هل له أخت ما اسمها إذن ما تقول لي سترتي بالعربية عمتي فهمتم لأن سترتي هذه أخت لي أخت من أبيك أخ أبيك إذن قال رزقي لسترتي عمتي هذه عمتي اسمها سترتي فهمتم؟ طيب ما اسمك؟ ما اسم أبيك؟ هل له أخ ما اسمه؟ ما تقول لإدريس هذا؟ عمي هذا عمي اسمه إدريس هل له هل لأبيك أخت ما اسمها ميلا اسمه ميلا إذن ما تقول لميلا هذه عمتي عمة عمة فهمتم طيب ما شاء الله الأخير تدريب صل بين الكلمة والصورة المناسبة صل بين الكلمة والصورة المناسبة انظروا إلى كتبكم وصلوا بين الكلمة والصورة المناسبة صلوا بقلمكم بأقلامكم الآن صلوا بين الكلمة والصورة المناسبة ما شاء الله طيب كتبتم وصلتم بين الكلمة والصورة المناسبة بين الكلمات والصور المناسبة وصلتم بينهما أو بينها طيب
الآن نجيب انظر انظروا إلى الشاشة اقرأوا الكلمة كلكم كلكم ما السورة المناسبة لها؟ السورة الثانية إذن نصل هذه النقطة إلى هذه النقطة عم أي هذه السورة المناسبة لها إذن عم اقرأوا ثانيا نصل بالسورة الأولى السورة المناسبة لكلمة عم هذه هي طيب الثاني اقرأوا ما السورة المناسبة لها السورة الثانية الشجرة شجرة دان نصل بين هذه وهذه كلكم صواب وأنا أخطأ ما أحد يخطئ طيب الكلمة الثانية اقرأوا كلكم ما السورة المناسبة لها السورة الأولى إذن نصل بين هذه النقطة وهذه النقطة طيب الثالثة اقرأوا كلكم نصل إلى سورة ثانية هذه سورة ابن سورة ابن سل بين هذه نقطة وهذه نقطة الثانية الكلمة الثانية اقرأوا ثانيا طيب نصل بسورة الأولى طيب كلكم صواب كلكم أصبتم طيب الأخير اقرأوا ما السورة المناسبة لها السورة الثانية طبيبة هذه طيب سل بين هذه نقطة وهذه نقطة ثانية كلمة ثانية كلكم ما السورة المناسبة لها السورة الأولى طيب ما شاء الله إن شاء الله أنا سنصل درسنا في درس 13 في اليوم في يوم الاثنين إن شاء الله في يوم الاثنين طيب إلى هنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك